السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة حلوة قوي للفراخ المشوية بمكونات سهلة جدا موجودة عندنا في كل بيت. اول حاجة هنا هحتاج طماطمية، وعندي هنا بصلاية متقطعة مبشورة قصدي، وحوالي 4 فصوص من الثوم، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الـ7 بهارات، وعندي قرفة وورق روره وحبهان. ضربت كل المكونات في الخلاط زي ما احنا شايفين كده، وهنا عندي فرخه مغسوله كويس قوي، منقوعه في خل وملح وليمون، وهضيفها في التتبيله بالشكل ده كده. هحاول ادخل التتبيلة في كل حتة فيها وتحت الجلد بالطريقة دي. وهعمل لها فتحات كده بالخلة او بالسكينة او بشوكة او بأي حاجة عندي. علشان التتبيلة تدخل في كل حتة موجودة في الفرخة. بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. هي كده خلاص تمام معايا. الافضل ان انا اسيبها ليلة كاملة في التتبيلة في التلاجة، بس انا ممكن اسيبها حوالي 2 او 3 ساعات بس لو مستعجلة. وهنا هجيب صينية وهضيف فيها نصها مية، وهنا عندي حامل الفرخة هضيف عليه، هحط فيه الفرخة بالشكل ده. وهبدأ اضيف باقي التتبيلة على الفرخة من فوق كده علشان يديني لون وطعم جميل قوي. بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنا بقى عندي شوية منكهات كده هضيفها في المية علشان البخار يطلع يسوي الفرخة بطعمه حلو قوي. عندي ليمونة هنا متقطعة شرايح، وقرفة خشب، وفصين من الثوم، وحبهان، ورق لورا، وعندي بصلاية متقطعة شرايح بالشكل ده كده علشان يدوني طعم حلو قوي للفرخة. البخار اللي يطلع يسويها تبقى حلوة جدا بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده كده. وطبعا انا مولعة الفرن على درجة حرارة 180 لحد بس كده ما يسخن، وبعد كده هحاول اهديه شوية علشان تستوي على البخار. وهنا دخلتها الفرن، بس انا هنا نسيت احط الزيت، فطلعتها وحطيت عليها حوالي 3 معالق كده من الزيت علشان يدوها لون حلو قوي زي ما احنا شايفين كده. هي كده خلاص الفرخة بتاعتي استوت، شايفين شكلها عامل ازاي. اتمنى طبعا لو عجبتكم تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وهنا عملت معاها رز بسمتي وطلعت بالشكل الجميل ده ومستوية جدا جدا، مش ناشفة خالص ولا فيها اي حاجة. وبجد اتمنى ان انتوا تجربوها بنفسكم وتقولوا لي رايكم. ايه رايكم بقى؟ شايفين مستوية ازاي؟ واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.